بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوه خلق الله اجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، قد استمعنا أيضا هذا الكم الكبير من آيات سورة النساء، ولكن الله تعالى حدثنا في هذا الموضع عن جانب آخر خطير في حياته، ألا وهو جانب التزوير في حقنا من أعدائنا. فهذه الأمة أمة الحق يقينا محسودة، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والمتدبر ما منشأ الحسد وما منشأ العداوة، أمور من أعظمها ذهاب الحق الذي في أيديه وبقاء الحق الذي في أيدينا، ودي قضية خطيرة جدا قد لا يشعر بها المسلم لأنه نشأ الحق بين يديه. لكن أسأل الجميع، أين التوراة المنزلة من عند الله وأين الإنجيل المنزل من عند الله؟ هل يعرف الناس له طريق؟ بلا نزاع الرب أنزل التوراة على نبيه موسى، ونحن أمرنا بالإيمان بالتوراة المنزلة من عند الله وبالإنجيل المنزل من عند الله وبرسالة عيسى وموسى، ولا نفرق بين أحد من رسله، والذي يرضى غير هذا لا يرضى الله منه دينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هم الكافرون حق الكفر. فهذه القضية لابد أن تكون عندنا وسيلة. ما أنزل الله رسالة إلا بلسان النبي ولسان قومه بلغته التي ينطقها. ولا رب ينزل له وحي بغير لغته لا يفهمها هو ولا يستطيع أن يفهم بها قومه. هذه قاعدة لابد أن تكون عندنا مسلمة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أسأل الجميع، بأي لغة نزلت التوراة؟ العبرية. إجابة غير صحيحة. أرمانية. أرمانية. إجابة غير صحيحة. عربية بس لا. العربية إجابة غير صحيحة. أكيد المصرية. المصرية القديمة. إجابة صحيحة، الله يفتح عليك. نبي الله موسى ما تكلم إلا مصر القديم. أين ولد؟ في مصر. أين نشأ؟ في بيت فرعون. لو تكلم غير لغة فرعون لقتله فرعون، لأن فرعون كان متحفز لظهور واحد من أهل الإيمان ينبأ ويزول ملكه على يديه، ومنها هنا استحل قتل كل ولد يولد خشية أن يولد هذا النبي. فلما ساقه الرب إليه قهرا لا اختيار له فيه، كما قال تعالى: فليلقي اليم بالساحل. شيء لا تصور عقلا. أم موسى مع شدة الخوف وضعت، يعني إنسان يعجب، أم حنون عاطفية، يصدر الرب لها أمره أن أرضعيه،
عندها تجعلها لا تقبل أن تستمر في رضاعته خشية أن يأخذها فرعون فيقتلها. وخاصة ترتيب الله عجيب. فرعون لما كان يقتل كل وليد في كل سنة يولد ثار عليه قومه وقالوا من أين نجد من يخدمنا؟ وخاصة أن أهل الإيمان هم فقراء الأمة وهم الذين يعملون في الخدمات الممتهنة والأعمال الممتهنة. فاقترح عليه اقتراح يقتل الأطفال عام واتركه معه. في عام ترك القتل ولد هارون، وفي عام القتل ولد موسى. أم موسى أيقنت بقتله خاصة أنها ساكنة قريبا القصر. فتلبسها الخوف، يأتيها الأمر من الله تعالى كما قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. وانظر العبارة لما يقول فإن خفت عليه، إن تفيد الندرة وإذا أدشرت تفيد الكثرة. فدل ذلك على أن الخوف تلبسها في جل أوقاتها لا تكاد تخرج منه. قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اللي أوحى إليها بالرضاعة أو بالإلقاء في اليم ربها، الأمر من أيهما تختار؟ اختارت إلقاؤه في اليم عن إرضاعه لشدة ما أصابها من خوف. ماذا صنعت؟ وضعته في التابوت، وجاءت بالتابوت شمال القصر وربطت التابوت في حبل وربطت الحبل في الشجر. طيلت النهار سيدنا موسى على هذه الحالة، وتأتي بالليل هي تجذب الحبل فترضعه ثم تعيده مكانه. وظنت ان ده ممكن يستمر فتره هذا الامر حتى يكبر في موسى لعله ينجو من القتل. كانت تؤمن في هذا، لكن لله ترتيب اخر. لماذا وضعته شمال قصر؟ لان ماء النيل يسير من جنوب الشمال. افترضت ان الحبل قد قتل، لاي سلطان؟ اين اذهب التابوت؟ يبقى اذهب الى الشمال بعيد عن القصر لعل الله أن يقيد له أسرة ربي. لكن لما رب لم يأذن بشيء سيهيئ له أسبابه، بل إن شاء أنجزه بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. كل الأسباب تقول انقطع الحبل حيمر للشمال، لا، رب العباد يجعل الريح تعصف من الشمال للجنوب وتقطع الحبل، ولا تسير التابوت فقط، ده تسير الماء كله من تحت. ماء النهر جاي من جنوب الشمال، فالريح مع شدتها جعلت وجه الماء بالكامل يسير من الشمال للجنوب عكس التيار. ودي حاله نادره جدا في البحر، انك تجد الماء في اسفل البحر له اتجاه وفي اعلى البحر له اتجاه عكسي. ودي الايه رب العباد ذكر وصف بها اعمال الكفار، قال: او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، في اتجاه عكسي. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. خلي بالنا الوصف ده وصف تفصيلي لحالة نادرة جدا ما تحدث في البحر، إن تأتي الريح على عكس الاتجاه فتجعل الموجة على وجه البحر عكس الموجة اللي في أسفل التيار من أسفل، وتأتي نفس الريح فتعكس السحاب، تجد سحاب في اتجاه والسحاب اللي فوقه في الاتجاه العكسي. الحالة دي نادر ما بتقع، ولو وقعت لعبد وهو في هذا الموضع لو أخرج يده لما قدره. وده أحد أسباب إسلام أحد البحار كبار جدا. حدثت له هذه الحالة ورجل لم يصدق، قال: هذه الحالة نادر ما يراها بحار في حياته، كيف وصفها محمد نبي ما ركب البحر قط؟ ما ركب البحر في حياته، له ولا أصحابه، دون أصحابه ما ركب البحر، بل تعجب. يوم أن توسعت دولة المسلمين في خلافة عمر وهم عمرو بن العاص أن يركب البحر لأول مرة بيمشي المسلمين بالجيش، فأرسل يستأذن أمير المؤمنين عمر الخطاب، قال: يا أمير المؤمنين إن القبارصة يرمون حدودنا عن طريق البحر فيقتلون منا، فهل لا أذنت لنا بملاحقتهم؟
فسيدنا عمر طلب رسالة عجيبة جدا. قال يا عمرو صف لنا البحر اللي انت عايز تركب به الجيش ده، صفه لنا. فسيدنا عمرو داهي من جهة العرب، بل أدهى من جهة العرب، أرسل له وصف عجيب جدا. قال يا أمير المؤمنين، عشان يجيب لهم آخر، قال البحر خلق عظيم 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 يركبه خلق ضعيف ضعيف ضعيف، عشان يبين له ده المخاطر وانت لك الخير. عمر ما ركب البحر والنبي ما ركب البحر، فكيف يصف حالة نادر ما بتحدث إلا في أعماق البحار وفي حالات نادرة جدا 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 جدا. الذي وصفها هو العلي بخلقه. وصل معنا؟ وقد كان رب العباد يصف هذا المشهد، الريح تعكس الماء وتقطع الحبل وتنقل التابوت عكس التيار، في تيار جديد أنشأه الرب يسير عكس الاتجاه. ولذا يقول تعالى فليلقه اليم بالساحل، رجعوا الفرعون لغير باب القصر ورساه عنده. مش انت بتاخد الاطفال؟ طب تعالى هنجيب لك الطفل غير عندك، ورجع اقتله اقتله. اللحظه المناسبه دي تخرج امراه فرعون من القصر، طلعت تتفسح على النهر فترى الطفل، ترى الطفل. طب ما ممكن يقع في قلبها ان ده طفل من الاطفال المهددين بالقتل فيقتل، بل قد يقع هذا في قلب فرعون، وخاصه ان هذا الامر متحفز له وكل الاعلام بيوجه في هذا الاتجاه وكل القاده السياسيين بيوجهوا في هذا الاتجاه. رب العباد يصف كيف ادار الرب هذه المعركه بترتيب رباني عجيب، فيقول للنبي الله موسى بعد ان كبر قل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعني ألقيت عليك محبة مني. رب العباد من عليه بمن عجيب. طفل رضيع يبكي لا يراه أحد إلا يحبه، حتى إبليس. إبليس أحب سيدنا موسى، القصة مشهورة جدا. فجاءه يوم قال يا موسى أحببتك في الله. إبليس أرد أن أتوب على ذلك. فاستأذن نبي الله موسى ربه، ماذا يصنع مع إبليس؟ قال خذه إلى قبر آدم وأمره بالسجود. خذه وراح به إلى قبر آدم، قال له اسجد لآدم. قال يا موسى لم أسجد له حيا، أسجد له ميتا؟ إبليس عدو. نسأل الله العافية. الشاهد يا إخواني أن الله ألقى على موسى المحبة. امرأة فرعون ترى يتعلق بها به قلبها. تصرخ. يخرج فرعون وكل قادة القصر والقادة السياسيين يروا الطفل. فرعون ومن دونه ما منهم واحد إلا أحب. دي منة بسيطة، ألقيت عليك المحبة. ولذا يقول تعالى فالتقطه. من اللي التقطه؟ قال آل فرعون. من آل فرعون؟ فرعون وأهله. كلمة الآل تطلق على الشخص وأهله. فلما نقول اللهم صل على محمد يبقى صلينا عليه منفردا، وعلى آل محمد يعني محمد وأهله يبقى صلينا عليه مرة ثانية، كما صليت على آل إبراهيم هو من آل إبراهيم يبقى صلي عليه مرة ثالثة، يبقى في الصلاة الواحدة صلينا عليه ثلاثة، ما تسمعش صلاة حبيبي تبقى خلاص اللهم صل وسلم. إذا بندرك هذا المعنى، فآل الشخص الشخص وآله. فلما يقول فالتقطه آل فرعون، من يتقدم عن فرعون في التقاط؟ لا يتقدم عليه أحد. أول من التقطه بيديه فرعون نفسه شخصيا، ومعه كل معاونيه وامرأته وخدم القصر كله، الكل بيساعد في التقاط الطفل. ولذا يقول تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجندهما، كل شاكوا في التقاطه، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فيعمل له بصيرة أمة ليحقق أمره. سنة جرت. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا ترتيب الرب. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حسنا. ربي في القصر ونشأ على لغة فرعون وما تكلم غيرها
بل أقول ما هو أشد، بنو إسرائيل في هذا التاريخ ما كان منهم واحد يتحدث إلا المصري القديم. تاريخ بني إسرائيل، دخلوا مصر مع نبي الله يوسف لما كان وزير، وفي سفر التكوين كان عددهم 70. 70 كم؟ 70 فرد، رجال ونساء وأطفال. سيدنا يعقوب وأولادي 11، وزوجات أولادي وأحفادي وبناتي، كان كل العدد كل بني إسرائيل 70 شخص فقط، هم دول أولاد يعقوب ويعقوب وإسرائيل. دخلوا إلى مصر مع يوسف، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين محلقين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش إلى آخر الآية. الشاهد أقاموا في مصر كم سنة حتى جاء موسى؟ كتب التاريخ تذكر 250 عام. اليهود يقولوا لا، بين موسى وبين يوسف 400 عام، 8 قرون، أجيال، الجيل 50 عام. طيب هل نتصور أن 70 رجل وامرأة عاشوا في بلد غير بلدهم، أولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفاد أحفاد أحفادهم يتكلم لغتهم الأصلية ولا لغة القوم الذين يعيشون بينهم؟ أنتوا الآن في ألمانيا، أولادكم وأحفادكم وأحفاد أحفاد أحفاد أحفادكم يتكلم اللغة العربية؟ أنتوا في واقع موجود. ده أولادكم منهم من لا يحسن العربية قط، ومنهم من لا يعرف العربية قط، الجيل الأول، فكيف بالجيل الثامن؟ وصل المعنى؟ وده اللي حدث. نبي الله موسى ولد في الجيل الثامن، فكل بني إسرائيل في عصره، وخاصة بني إسرائيل السبعين دول، لم يتزوجوا من غيرهم لأنهم أهل إيمان وحرم عليهم زوجهم الكفار في شرعتهم، فكان التزوج بينهم فقط والأولاد منهم فقط. لكن طبعا هذا من أباطيل التوراة التي حرفت. تقرأ في سفر التكوين أن عددهم لما دخلوا كانوا 70، وتقرأ في سفر الخروج أنهم لما أخرجهم فرعون كان عددهم 6 ملايين. طب بالله عليكم 70 رجل وامرأة في ظرف 400 سنة لحد الأقصى يبقوا 6 مليون؟ قعدنا نحسبها على الكمبيوتر، يعني إزاي يوصلوا 70 ل6 مليون؟ المرأة لها عمر تنجب فيه لأن الحيض عندها بينقطع، أليس كذلك؟ ولا تلد قبل الحيض، قبل سن البلوغ لا تلد. فلما تحسب عمرها من سن البلوغ لسن انقطاع الحيض، الحد الأقصى للانقطاع من 10 سنوات أقل سن تحت في المرأة إلى آخر سن ينقطع حيضها فيها 50 عام، 40 عام، تنجب كم طفل فيهم؟ 40. ها؟ 40. لا، ده انت عشان توصل السبعين لستة مليون افترضنا افتراضات عجيبة. افترضنا ان السبعين ليس فيهم اطفال ولا شيوخ، كلهم شباب وفتيات في بدء سن البلوغ ولا ينجبوا اطفال. لا، المرأة تلد شاب بالغ وفتاة حائض. عشان نوصل لستة مليون كان مطلوب ان كل امرأة تلد في عمرها 67 شاب وفتاة. ليه أرنبة؟ ده الأرنبة لا تلف هذا العالم. وصلت معنا. وده يخلنا من تزييف حتى المادة. إزاي تصور عقل بشري إن 70 في 400 عام يبقوا 6 مليون؟ لكن هذا دأب بني إسرائيل. لما حرف النص أوقعوا أنفسهم في حرج شديد جدا. الشاهد يا أخوان هذه الأصول، التوراة نزلت على موسى وعلى قومه بلغتهم التي يحسنونها. اللغة التي يحسنونها هي المصري القديم. هل يوجد الآن على وجه الأرض نسخة واحدة من لغة المصري القديم؟ التوراة لا يوجد، لا يوجد. إذن التوراة المنزلة أين ذهبت؟ المنزلة بالمصري القديم اللغة الهيروغليفية أينها؟ لا وجود لها، لا وجود لها. وأنا أقطع بهذا، ادعى اليهود أنها نزلت بالعبرية،
الأسباب لحد الباب كما أقول المثل. أسأل سؤال آخر، هل يوجد الآن على وجه الأرض نسخة قديمة باللغة العبرية؟ لا يوجد. طيب أقدم نسخة من التوراة موجودة على الأرض إلى متى ترجع؟ تاريخ كتابتها بعد موت نبي الله موسى ب750 عام. دي أقدم توراة موجودة. الفترة من موت موسى حتى نسخة التوراة التي وجدت حاليا اللي منها نسخة كل النسخ 750 عام، لا يعرف تاريخ للتوراة أين ذهبت. يا أخي الكريم، ده التوراة نزلت مكتوبة بلغة موسى. أين التوراة المنزلة المكتوبة والألواح نزلت مكتوبة؟ لا الألواح موجودة ولا التوراة المكتوبة موجودة. والقرآن يشير لهذه المعاني، لأن نزل التوراة رب العباد، والذي أعلم ما أنزل رب العباد، والذي وصف لنا ما أنزل على موسى حقيقة رب العباد، والذي وصف لنا ما أوجدوه هم من تحريف وتزييف رب العباد، والآيات تدلنا على هذا الذي بين يديه. بل أنت تقرأ أن بعد سيدنا موسى بمئات السنين طلب بنو إسرائيل من نبي لهم أن يبعث لهم ملك، وكان ده أول فترة حكم الملوك، والنبي كان اسمه صموئيل. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، اللي بسمهم هم مشاكل. كان علامة استحقاقه الملك إيه؟ قال لهم نبيهم إن آية ملكه، علامة استحقاق الملك، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآلهم، بقايا التوراة وبقايا الألواح تحمله بالملائكة. كانت هذه علامة استحقاق شاول أو طالوت للملك، فأتاهم ببقايا، بقية فقط. هذه البقية بعد هلاك شاول وطالوت وانتهاء ملك سيدنا سليمان وابنه رحبعم ضاعت هذه البقية. وصل المعنى؟ إذا ندرك التوراة المنزلة أينها؟ لا وجود لها. لماذا حددنا عام 750 بعد وفاة سيدنا موسى؟ لأن هذا التاريخ يسمى بتاريخ سبي بابل، وبني إسرائيل في تاريخ التوراة يقسمون لمرحلتين، ما قبل سبي بابل، ودي مرحلة مجهولة تماما عليه، وما بعد سبي بابل، وده التاريخ المكتوب عن التوراة. يبقى تاريخ التوراة كله يرجع لهذا التاريخ. إيه سبي بابل دي؟ نبي الله سليمان كان آخر الملوك، طالوت وداود وسليمان. في آخر عصر سيدنا سليمان تمرد بنو إسرائيل عليه، 10 بطون منهم انقلبوا عليه وتآمروا، فلما مات سليمان عليه السلام استقلوا بدولة في منطقة الضفة، وكان يقودهم رجل يقال له رب عام، صنع لهم عجلين من ذهب فعبدوا العجول، وهم يعشقوا العجول من زمان ويعشقوا الذهب موت. ربنا يجعل كلامنا خفيف. لم يبقى على ملك سليمان ودينه إلا بطنين فقط، حكمهم ابن سيدنا سليمان وكان يسمى رحبعام. رحبعام ظل في منطقة بيت المقدس حتى مات، فلما مات أتباعه جاروا الباقين فعبدوا العجول. في هذه الفترة ما بعث الله لهم نبي إلا قتلوه، والنص في القرآن يصرح بهذا، أو كلما جاءكم في المرحلة دي، وكلما تفيد الاستمرار، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، إحنا ما نفهمش حاجة من الوحي، نمشي بمزاجنا مش كلام ربنا. هذه المرحلة العصيبة
سلط الله عليهم أكفر خلقه في هذا العصر. كان حاكم المنطقة العراق ولم تكن تسمى العراق بل كان اسمها بابل. حاكم بابل كان اسمه نبوخذنصر. فلما وجد إفساد بني إسرائيل وقتلهم للأنبياء والصراعات الدائرة في منطقة الشام غزا هذه المنطقة، فوصل لبيت المقدس وجد دما على بيت باب المقدس يفور على غير عادة الدماء، فسأل ما هذا بدل دم عدي؟ قال بل هذا دم نبي قتله بني إسرائيل على أتم بيت المقدس. قال لأعملن القتل فيهم فداء لدمه حتى يهدأ. في اليوم ده قتل مليون يهودي هم خلاصة الرجال والشباب، ولم يبقى من بني إسرائيل في منطقة الشام إلا الأطفال والنساء، أخذهم إلى بابل سبايا، ولذا يسمى سبي بابل. سبايا لا يحملون كتابا ولا توراة ولا غيرها. وهذا النبوخذنصر الذي فيه جاءت الآية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما، كل المفسرين قالوا أولاهما نبوخذنصر، بعثنا عليكم عبادا لنا. العبودية هنا شرعية ولا قدرية؟ قدرية. دول من أكثر خلق الله بالشريعة، من أكثر خلق الله. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وصل المعنى ده؟ لما أخذ سبي بابل ثم هلك نبوخذنصر وتآمر المجوس الإيرانيين مع الحاكم الجديد للخلاص من نبوخذنصر مع اليهود وتولى الحكم واحد ثاني اسمه كورش، سمح لأبناء بني إسرائيل بالعودة بيت المقدس، فكانوا الأطفال شابوا قالوا ونحن نحفر تحت أنقاض الهيكل وجدنا نسخة من التوراة. هذه هي أقدم نسخة التي منها نسخت النسخ. بأي اللغات وجدوها؟ مكتوبة باللغة البيزنطية القديمة، الإغريقية القديمة، اللغة الإغريقية القديمة. هل تكلم موسى الإغريقية؟ هل عاش في بلاد الإغريق؟ إذن هي نسخة مترجمة، كاتبها مؤلف مترجم. هل ترجمت القرآن قرآن؟ هل ترجمت الوحي وحي ولا كلام البشر؟ كلام الله منزه عن الخطأ، كلام الله منزه عن التناقض، كلام الله منزه عن الاختلاف، وكلام البشر في كل ذلك واقع. ولذلك حتجد هذا التناقض الشديد في نصوص التوراة، في النصوص، نصوص الكتاب المقدس كله. تعجب. وهم يعلموا هذا علم اليقين، وكتبوا في مؤلفات رجالاتهم وعلماؤهم التناقضات الموجودة من الكتاب. يعني أنا ضربت مثال بالسبعين لنص ستة مليون، تناقض مش تناقض؟ يقين التناقض، ده كلام الله ولا كلام البشر؟ ها؟ لما تقرأ نص في التوراة حتى في وصف من الرب تطاول عليه، شو أدب متناهي. أول عبارة في أول سفر في التوراة ولك كان الرب يمشي في الجنة بيتمشى ونادى يا آدم أين أنت؟ الرب لا يعرف أين آدم. قال يا رب إني عريان. قال هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك؟ هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك؟ قال نعم يا ربي. فرجع الرب إلى الملائكة غضبان قال أنقذوني من آدم، لقد أكل اليوم من شجرة المعرفة وعما قليل سأكل من شجرة الخلد ويصبح إلها آخر مثلنا. شاهد الوجوه. الكلام ده يسأل لله. الرب لا يعلم أين آدم. الرب يعتدى على ملك الله وعلى الدفع. وصوروه في قمة الضعف، في قمة الخور. لما أتي نص يقول لك نزل الرب إلى يعقوب بليل إسرائيل، فلم يزل إسرائيل يصارع الرب الليل كله حتى كاد يصرعه.
فقال له الرب: يا إسرائيل، أما تدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الرب إلهك. فأمسك به إسرائيل، قال: لن أدعك حتى تباركني ولدي. بركة بالعافية. ماذا نسمي هذا؟ وحي ولا جنون؟ والفنون جنون، وهذا من فنون الجنون. بل حتى في التاريخ، في التاريخ بس، لا الأحساب ولا تاريخ ولا جغرافيا، تجد معلومات صادقة، أكاذيب رهيبة جدا، تناقض كلامهم، هم يناقض بعضها بعضا. لما تقرأ نص: ومن أنهار الجنة النيل الذي يجري بأرض اللؤلؤ. حد سمع عن إن مصر أو السودان أو الحبشة أو رواندا أو أوغندا بلاد تتلألأ بتستخرج اللؤلؤ من النيل؟ أرض اللؤلؤ. طيب، ونهر الفرات بأرض العراق بس؟ طيب، اللي أشد بقى: ونهر سيحون وجيحون بأرض الحبشة. حد سمع عن نهر سيحون وجيحون في الحبشة؟ سيحون وجيحون في الهند وباكستان. ايه اللي وداه الحبشة؟ ده يدلك على ان الكاتب نفسه حمار في التاريخ وفي الجغرافيا. وصل المعنى يا اخواني؟ كيف نجعل هذا النص وحي وهذا التناقض وحي؟ نحن ننزه الرب عن ان يقع منه خطأ. لا يضل ربي ولا ينسى. فكيف ننسب هذا الكلام لرب العالمين؟ تخيل ان لما اي واحد يقرا الكتاب المقدس، يقرا التوراه ويقرا هذه المهازل، هيقول انا على حق، من داخله يوقن انه على حق، ولا يقينا يعلم انها نسخه مترجمه وانها كلام بشر، ومش بشر عادي، ده معلوماته ضحله جدا، مترجم تعبان على قد حاله. وصل المعنى يا اخواني؟ ولذلك هم انفسهم، يعني انا حضرني ونحن في شبابنا، يعني من حوالي في نهايه الثمانينات، فوجئت ان هيئه دائره المعارف البريطانيه، دائره المعارف المصريه، دائرة المعارف البريطانية أخرجت نسخة جديدة للكتاب المقدس بعد ما تقدم علميا في عملية البحث والحفريات وغيرها والآثار، وكيف يعني يستخرجوا منها المخطوطات القديمة ويراجعوها. فدائرة المعارف البريطانية اجتمع من كبار القساوسة 135 عام، 115 عام، وقرروا عمل نسخة جديدة للكتاب المقدس، سموها بالنسخة المراجعة المحققة. علماء فرنسا كانوا 35 عالم في دائرة المعارف، وعملوا أيضا نسخة جديدة سموها بالطبعة المسكونية العالمية، المسكونة على الأرض كلها. تعجب من التوافق العجيب بين النسختين، التوافق العجيب جدا. كلاهما قالوا رجعنا للنسخة الأصلية اللي هي اللي هو إيه؟ الهيروغليفية. وكلا الطبعتين يقول كاتبوها في مقدمتها، اقرأ مقدمة النسختين، العبارة تكاد تكون بنصها: إن مؤلفي الكتاب المقدس المطبوع الحالي اللي موجود قبل الطبعتين دول، إن مؤلف الكتاب المقدس حين ألفوه، هنا إيه؟ يبقى مؤلف ولا وحي؟ هم أقروا بهذا، مش كلام أنا يا إخوانا، ده كلام علمائهم. إن مؤلف الكتاب المقدس حين ألفوه وضعوا فيه نصوصا ليست منه، وحذفوا منه نصوصا كانت فيه، وأضافوا من عندهم نصوصا ليضفوا عليها قدسية الكتاب المقدس، وحرفوا نصوصا عن معناها فكتبوا المعنى للنص. كل ده أخطاء من؟ أخطاء مترجم ومؤلف. يبقى ده وحي ولا كلام المؤلف والمترجم؟
يوصل المعنى يا اخواننا. طبعا اذا كان اليهود لا يعرفوا لانفسهم كتابا الذي يدينون به لله الان حق ولا باطل؟ ده اليهود. اما تاريخ الانجيل فغبش ضلال. اسال سؤال واحد، باي لغه كان يتكلم المسيح وباي لغه نزل الانجيل؟ ارامية. الله يفتح عليك، اللغه الاراميه. المسيح نشا في قوم يسموا بالاراميين وكان يسكنون منطقه الشام فلسطين، ونشا ارامي، وكل من امن معهم الحواريين كلهم اراميين، لا يتكلموا الا الارامي، وتسمى الأرامية وباللغة الإنجليزية تنطق أراميكا، ما تكلم غيرها ولا عرف للمسيح لغة سواها. يبقى الإنجيل حينزل بلغته ولا بلغة أخرى؟ يقينا بلغته. طيب هل يوجد على وجه الأرض إنجيل واحد باللغة الأرامية؟ لا يوجد أصلا. ولذلك قلت تاريخ الإنجيل ضباب. ليه؟ المسيح يا إخوان عاش كم سنة يدعو إلى الله؟ تسألهم، مكتوب عندهم في الكتاب أنه رسم بالنبوة في سن الثلاثين. الأنبياء كلهم رسموا في الأربعين، سيدنا عيسى رسم في الثلاثين. طيب كم دعا إلى الله؟ ثلاث سنوات. طردوه خلالها حتى هم اليهود بقتله فرفعه الرب إليه. رفعه في سن كم؟ ثلاثة وثلاثين. يبقى كل دعوة سيدنا عيسى استمرت كام؟ ثلاث سنوات. ما كتب خلالها إنجيل من أصله. طب فين الإنجيل؟ لما رفع المسيح عليه السلام قتل أحد الحواريين اللي فدى نفسه به والشبه بالمسيح، وبقي 11 حواري، طاردهم خصومهم فشردوا في البلاد، ما التقوا قط في بقية عمرهم. كل واحد راح بلاد واختبأ وأخذ يدعو إلى الديانة الجديدة سرا خوفا من القتل. ما منهم واحد الحوالين 11 ادعى أن معه إنجيل أبدا. أين الإنجيل؟ ده من القرن الأول، بل من الجيل الأول ضع. قبل موت، لما مات او اعى يعني القتل استحر في الحواريين حتى مات جلهم ولم يبق الا عدد قليل، ثلاثه او اربعه، تلاميذهم الح عليهم طب اكتبوا لنا اي تعليم تعلمته المسيح، لان كل ما تعلمه من المسيح من التوراه ومن تعليم المسيح كان تعليم شفوي لم يكتب. فبدا ثلاثه من الحواريين في اخر اعمارهم، اول واحد منهم بدا يكتب بعد رفع المسيح بخمسين عام، فكتب ما تبقى في صدره من تعاليم الرب في الانجيل، ومن تعاليم المسيح، جمعهم في مذكره صغيره جدا سماها موعظه، ونسبوها لنا اليه، تلاميذه نسبوها اليه، فسموها موعظه مد، موعظه بطرس، موعظه برنابه، موعظه فقط. فكل ما تبقى من جيل الحواريين هذه المواعظ الثلاثه او الاربعه على خلاف بينهم. الحوارين اللي هلكوا وماتوا قبل أن يكتبوا، بعض تلاميذهم كتب تعاليم المسيح التي تعلمهم الحوارين، فجمع في مكتوبه ما تعلم من الإنجيل وما تعلم من تعاليم المسيح وما تعلم من تعاليم الحواري، جمع كل ده في موعظة جديدة سميت بموعظته، موعظة يوحنا مثلا، يوحنا تلميذ مش حواري. وغيره بعض التلاميذ كتب مثل كده، فأصبح عندهم كل حصيلة الإنجيل، بعض مواعظ عن الحواريين وبعض مواعظ عن تلاميذ الحواريين. أين الإنجيل؟ لا إنجيل. طبعا أتباع كل حواري اعتبروا أنفسهم هم أهل الدين وغيرهم لا. فلما قويت شوكة النصارى عقد قادة الكنائس في كل منطقة ما يسمى بالمجامع الكنسية،
كمجمع نيقية ومجمع الإسكندرية وغيرها. في هذه المجامع قرروا أين الإنجيل؟ ما فيش إنجيل. فقالوا نسمي المواعظ أناجيل. فموعظة متى أصبح اسمها إيه؟ إنجيل متى. موعظة لوقا أصبح اسمها إنجيل لوقا. موعظة يوحنا أصبح إنجيل يوحنا. موعظة برنابا أصبح اسمها إنجيل برنابا. فبقى عندهم إنجيل وأناجيل. هل الرب لما أنزل وحيا سماه إنجيل لوقا باسم تلميذ من تلميذ الحواريين؟ هل يتصور هذا عاقل؟ الرب نزل وحي مكتوب عليه إنجيل لوقا وإنجيل متى؟ إخوان نفطن، أين الإنجيل؟ ما فيش إنجيل. لما قوي شركتهم أشد المجامع أخذت تنحى منحى أكبر. طب من جمع أكبر قدر من الأناجيل الموجودين عند كل الطوائف المنتشرة في كل البلاد؟ ففي فترات جمعوا كتاب مقدس نسخة، وفرقة تانية جمعت نسخة أخرى، حتى أصبح عندنا الكتاب المقدس الموجود الحالي أكثر من 40 نسخة بينها تناقض شديد جدا. كم نسخة من إنجيل الكتاب المقدس؟ أكثر من 40 نسخة. وأتباع كل نسخة يدعوا أن نسختهم هي الصحيحة وغيرها خطأ. فتجد نسخة 46 صفر، ونسخة 39 صفر، ونسخة تقل عن ذلك، ونسخة تزيد عن ذلك. أكثر من 40 نسخة. أين الكتاب المقدس؟ هم في توهان. وبينها تناقض شديد. وصل المعنى؟ أمة تدعي الإيمان بالله وتدعي أن لها كتاب ولا تجد للكتاب أثر، ماذا ننتظر منها؟ وصل المعنى؟ لما ضاع الكتابين التوراة والإنجيل والرب أحرص علينا منا، أنزل الله القرآن على النبي الخاتم، كتاب مقدس جديد جمع فيه كل ما في التوراة والإنجيل، بل جمع فيه كل ما نزل في كل كتب مقدسة في التاريخ الإنسان كله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بكل الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جمع كل الكتب وزاد عليها كمان. وأمر الله نبيه أن يكتب القرآن حال حياته، فكانت الآية تنزل على رسولنا فيجمع كتبة الوحي من الصحابة حوالين فيمليهم النص فيكتبونه بين يديه. ما يكتب بعد الفراغ من كتابته يعرضوه على رسول الله فيعرضه على جبريل، فإن أقر المكتوب صار وحيا. فتحفظ النسخة على السطور، وكلف المسلمون بحفظها في السطور بل وتلاوتها في صلواتهم الليل والنهار. ولذا وجد من الجيل الأول آلاف الحفاظ، وفي كل جيل إلى يوم الدين. الآن كم عدد اللي بيحفظوا القرآن في الأمة؟ ملايين ملايين. شيء يحير. ولذلك لا تجد على وجه الأرض نسختين من المصحف بينهما خلاف في حرف واحد. مليارات النسخ مطبوعة على الأرض ليس بينها خلاف في لفظة أو حرف. وصل المعنى دقيقا ليه؟ لأن الأصل صحيح، حفظ في الصدور وحفظ على السطور. النسخ المكتوبة دي الرقع أذن الله بجمعها في خلافة أبو بكر. سيدنا أبو بكر جاء بثلاثة من كبار الحفاظ اللي قرأوا القرآن على رسول الله سماعا وحفظا وتسميعا، مرات على رأس زيد بن ثابت وأبي بن كعب. دول مش ما دول بحور، بحور حفظ. وحفظ القرآن بكل وجوه التلاوة. فسيدنا أبو بكر كلفهم أن يجمع الرقع اللي كتبت وروجعت على رسول الله على جبريل، فوضعوا شروط عشان يقبلوا نسخة يضعوها في هذا الجمع. كان الشرط الأول أن تكون النسخة مراجعة رسول الله على جبريل، ويشهد الصحابي أنها رجعت بس لوحده، قال لا
ويأتي كل صحابي بشاهدي عدل، شاهدوا هذه الرقعة حين عرضت على رسول الله وعرضت على جبريل بعد أن كتبت. والذي لا يأتي بشاهدي عدل يرد النسخة. حتى جمعوا القرآن كله رقعة رقعة مراجعة، لأن ما كانش بتكتب رقعة واحدة، ده 20 صحابي بيكتبوا في وقت واحد. فحتى لو نسخة تغيرت أو عد يعني أكلتها الإنت أو أثر فيها الدهر هتبدأ تغيرها سليم. الشاهد يا إخواني جمع القرآن كاملا مراجعا وعليه شاهد عدل. استشكل عندهم آية واحدة في المصحف كله. الثلاثة الحفاظ اللي يكتبون كلهم حفاظ، والآية توافق ما يحفظونه، ومع ذلك رفضوا أن يكتبوا حفظين. جاء صحابي واحد من غير شاهد عدل بهذه النسخة. يا إخواننا عايزين نسخة أخرى معها شاهد عدل، ما فيش، وقعوا في حل السويس. طيب النسخة مكتوبة والصحابي صحابي والصحابة يحفظونها وتوافق المحفوظ وتوقفوا في الكتاب، نكتبها أو لا؟ لابد من شاهد عدل. الصحابي ده كان اللي صاحب هذه النسخة كان اسمه خزيمة بن ثابت، وده كان ليه قصة طريفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله: يا خزيمة اذهب فإن شهادتك تعدل شهادة رجلين. قال له هذا أمام الصحابة. جاء صحابيا فشهد النبي رق شهادة خزيمة وجعلها شهادة رجلين. فلما شهد له أن شهادته تعدل شهادة رجلين قبل النسخة دمه. وصل المعنى ده؟ جمع هذا المصحف لهذه الهيئة، فلما مات أبو بكر انتقلت هذه النسخة لعمر، وكانت عند ابنتي حفصة لما مات. فلما جاء عثمان بن عفان وخافوا أن تضيع النسخة الأصلية، فقالوا ننسخ منها. ومن ينسخ؟ زيد بن ثابت ومن قاموا بالجمع. نسخوا ست نسخ وزعت في الأنصار، نسختين اختفوا أثناء الاستعمار سيكس بيكو، وبقيت إلى يومنا هذا أربع نسخ من النسخ الأصلية اللي كتبها الصحابة جميعا بحضورهم وقرأوها وأقروا كل ما فيها بنفس خطهم الأول. طبعا لما يجدوا أن القرآن صين بهذا الشكل وكتبهم ضاعت بهذا الشكل، ماذا نتصور منهم؟ يقين الحسد. لذا قلت هذه الأمة محسودة، وهذا سر حسدها، هذا سر، بل أحد أسرار حسد الرئيسة. ولذلك هم أقروا في كل مواقفهم لنبينا برسالة، قادتهم وسادتهم في كل عصور. أربع نسخ موجودة فيه. موجودة للآن، يعني في نسخة موجودة في المدينة، في نسخة موجودة في تركيا. في تركيا، في نسخة على ما أذكر في لندن، الفاتيكان، وفي نسخة وفي نسخة أنا أخذها مؤخرا اللي قالك أقدم نسخة على الإطلاق، عمرها قدر عمرها بعد الفحص أكثر من 1400 سنة. في نسخة تاني كان في مصر في المتحف الإسلامي، دي اللي لقيوها في الفاتيكان، دي رقم 5، دي اللي كانت ضايعة لقيوها في الفاتيكان. في نسخة دي غير الإسلامي. نعم في الإسلامي في مصر كان في نسخة تاني موجودة هناك. لا الرابعة اللي ما أذكر في إيران. لكن هو في أربع نسخ. النسخة اللي في المتحف الإسلامي مش 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 أصلية؟ لا لا متصورة من نسخة. متصورة من أنا رأيت نسخة المدينة، عيني راسي شفت الخط. فمش أنت تحر يعني الخط القديم من غير تنقيط وتشكيل. نفس خط المصحف الحالي، لكن لا تجد لا نقط ولا شكل. لا فتح ولا كسر ولا سكون. ولذلك يقول أن القراءات العشرة ما فيها رواية تخالف الرسم العثماني. بل الرسم العثماني نفسه كان أحد وجوه الإعجاز في القرآن. إزاي صين وإزاي حفظ؟ ولذلك هتلاقي السلف عملوا نظوم الكلمة هي نفس الكلمة لكن تنطق في مرة بشكل ومرة في شكل، عملوا نظم إمتى تنطق بالطريقة دي وإمتى تنطق بالطريقة أو إمتى تكتب بالطريقة دي. هتلاقي مثلا كلمة رحمة الله في بعض المواضع تكتب بالتاء مفتوحة
وفي بعضها تكتب مربوطة. متى تكتب مربوطة ومتى تكتب مفتوحة؟ نظم ولنا نظم على هذا. إن لم، مرة تكتب إن منفصلة عن لم، ومرة تلتحم إن لم، تبقى لم واحدة مشددة. متى تضغم ومتى تفصل؟ كل موضع من هذه المواضع السلف والتابعين كتبوا لنا نظوما عليها موضعا موضعا. والنظوم محرمة موجودة وتحفظ الآن. وصل المعنى؟ فصان الله الكتاب في الصدور وصانه على السطور. أمة صين لها الحق بهذا الكم الكبير ليصل لحد اليقين يقينا، كيف لا تحسد؟ كيف لا تحارب؟ لذا الشيخ بدأ بآت: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. مش أوتوا الكتاب، خذوا لهم حتة، عارفين حتة؟ هو ده النصيب. ها؟ ألم ترى إلى، ولذلك هتجد في الآيات جل الآيات التي تحدثت في هذا الموضع: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب. ها؟ وصل المعنى؟ هذه دقة متناهية يا إخواني في الوحي. الرب يصف ما يفعلونه وعلته. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب؟ ها؟ عملوا إيه؟ يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم ذكر حالهم مع تيههم في مسألة الكتاب، قال: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنة متعنفة. بلايا وجرائم، مش عايز اشرح الان لان الوقت انتهى. الوقت انتهى، لكن قصه حتى يكون المسلم على بينه، يا اخواننا نحن على حق نوقن به اشد من يقيننا بوجودنا انفسنا. يقين لا يشك فيه، لا يشك فيه، بل اقول ما هو اشد، ما بذل في حفظ السنه مش الكتاب لم يبذل عند اهل الكتاب في حفظ الكتاب. بل أحد كتبهم لما درس قواعد التحديث عند المسلمين وإزاي يقبلوا الرواية وإيه الرواية الصحيحة والضعيفة والموضوعة وليه تقبل هذه وترد هذه، قال عبارة عجيبة، قال: لو أن النصارى واليهود بذلوا واحد على مئة مما بذل المسلمون في حفظ السنة لصيد لهم الكتاب. لكن ما بذل. وذلك نص القرآن يا إخوان نص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، باتفاق كل أهل العلم، قطعي الثبوت، يقين أنه هو كلام الله، ما تراه تحريف، ما تراه تحريف. ما في واحد يجرؤ يقول إن في حرف ثابت إلا المجرمين شرافة الشيعة، وادعاؤهم وهم. زعموا أن هناك مصحف يسمى فتح مصحف سيدة فاطمة الزهراء، وأن محمد الحسن العسكري أخذه، وده الإمام الاثني عشر أخذه ونزل به في السداب تحت، وهيطلع به قبل يوم القيامة. طب لما يطلع يقول هو مش راح في السداب؟ هل عند إيران نسخة للمصحف غير التي عندنا؟ يستحيل، يستحيل يجد على وجه الأرض غيرها. طبعا هم يقول لك هذا النسخة اللي نزل بها الإمام تحت السرداب قد المصحف ده 10 مرات. طب لما يطلع بها ابراهيم وصل هذا المعنى. لم يطعن في القرآن أحد إلا رافض. ليه؟ لأن هذا لا يوافق هواهم، فهم أودوا يوهموا أتباعهم أن عندهم قرآن آخر ليضلوهم بغير علم. وهذا من ضلال الروافض وإجرامهم، وهذا من تلاعب عبد الله بن سبأ بهم وبأمثاله. عبد الله بن سبأ كان يهودي وحبر، ادعى أنه أسلم، ثم بدأ يلعب على كل حديث العهد بالإسلام في منطقة العراق حتى أخرج منهم هذا الفكر الفاسد، فكر التشيع، بل انقسموا بضلاله
لطوائف قسموا طائف حتى نرى إلى يومنا هذا 13 فرقة من الشيعة، مش فرقة واحدة، ده 13 فرقة. منهم اللي قال وادعى له عظم سبب أن علي بن أبي طالب هو الرب فآمنوا أنه الرب. ومن هؤلاء النصيريين اللي بيسموا الآن العلويين، ومنهم حكام الشام. وهؤلاء حكم السلف كلهم بكفرهم. النصيريين اللي سمتهم فرنسا لما احتلت منطقة الشام بالعلويين حتى يفرضوا حكمهم على المسلمين أهل السنة، وحتى يقول لهم قبول، فبدأ مكان اسمهم النصيريين والكل يكفرهم، سموهم العلويين نسبة لعلي بن أبي طالب، وهم يدعوا ألوهيته. وعلي بن أبي طالب حال حياته لما نشأت هذه الفرقة أمر بحرقهم بالنار، فلما هم بحرقهم دخلوا في النار، قالوا لا يحرق بالنار إلا الرب. هذه فرقة شرد. فرقة ثانية ادعوا أن علي بن أبي طالب أحق بالنبوة من رسول الله، ولذلك لغايه النهارده يصلوا يجوا في التشهد ما يقولوش تحيه الله، يقول لك اخطا الامين، اخطا الامين، اخطا الامين، نزل برساله على محمد بدل ما على علي. فرقه ثالثه دخلوا في موضوع اخر، ان علي احق بالولايه وبالاماره من ابي بكر وعمر، وده غالب الشيعه. وعلى راسهم الاثنى عشريه، والاثنى عشريه لعبوا لعبة خبيثة جدا، لأن جل الاثنى عشرية نشأت في بلاد فارس، والفرس كان عندهم معتقد قديم قبل دخوله في الإسلام، دخلوا في الإسلام وفي قلوبهم هذا الخور، هذا العفن، أنه لا أحد أحق بالملك إلا آلهة الملك من رجال فارس، كسرى وأولاده. طب من من المسلمين له نسب مع كسرى؟ الحسين بن علي فقط. لما وقع كسرى وسقط ملكه أسر بناته الثلاثة، تزوج واحدة الحسين بن علي، والثانية تزوجها عبد الله بن عمر، والثالثة تزوجها محمد بن أبي بكر الصديق، ودول أولاد الصحابة. فرزق الحسين من بنت كسرى بذريته، ورزق عبد الله بن عمر من بنت كسرى بمين؟ بسالم بن عبد الله بن عمر، وده من أئمة التابعين بلا نزاع، ومن رواة البخاري ومسلم. ورزق محمد بن بكر بالقاسم بن محمد، وده أيضا من أئمة التابعين بلا نزاع. خلي بالنا، الشيعة تركوا كل بنات كسرى وركزوا في من تزوجت الحسين، عشان يلعبوا على المسلمين بإيه؟ بحجة إن دول أهل البيت، وأهل البيت أحق بالإمارة والخلافة من غيرهم. ولذلك أركان الإسلام عندنا خمسة، نص الحديث أن تشهد إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هم جعلوها ستة. الركن السادس إيه؟ الإمامة. إن الاثني عشر إمام لا يوجد في الأمة أئمة غيرهم في التاريخ الإنساني كله، تاريخ الأمة كله، هم دول الأئمة ولا أئمة غيرهم. ليه؟ لأن دول بنات كسرى. ولذلك يقول لك أهل البيت، طب مين أهل البيت؟ ذرية الحسين فقط، ويأخذوا أصلا علي وفاطمة، فأصبح عندهم أهل البيت محصور علي والحسين وأولاد الحسين وأحفاده. طب والحسن مش أهل البيت؟ هل سمعتم شيعي واحد يستغيث يقول يا حسن؟ لا يحدث. لكن كل يستغيث يا حسين. والحسن أخو الحسين وأخوه الأكبر، وأخوه الأكبر، بل هو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال الحسين فقال يا علي الحسن أشبه بي والحسين أشبه بك. سيدنا علي نفسه بيحكي الحديث في البخاري، يقول كان أبو بكر الصديق يداعب الحسن ويقول يا حسن أنت بجدك أشبه خلقا وخلقا، أما هذا الحسين فأشبه بهذا. سيدنا علي جالس يضحك يبتسم.
لم نعلم هذه الحقيقة. سيدنا الحسين أشبه بعلي بن طالب خلقا وخلقا، وسيدنا الحسن أشبه برسول الله خلقا وخلقا، بل قال النبي في حقه إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين الفئتين العظيمتين، وقد كان ولذا كان خامس الخلفاء الراشدين. وله عقب، يعني سيدنا الحسن له عقب، له عقب إلى يوم القيامة موجود. عقب سيدنا الحسن كله خرج من أهل بيته أصبحت فقط ذرية الحسين، بل حصروها في 12 رجل من ذرية سيدنا الحسين. الأعجب السيدة فاطمة بنت رسول الله، طب وبقية بناته؟ ألسنا من أهل البيت؟ سيدة زينب ورقية وأم كلثوم، ليه؟ دول تزوجوا، اثنين منهم تزوجوا عثمان بن عفان، وده واحد من أعدائي، كيف أجعله من أهل البيت؟ ولذلك تعجب، أنا رأيت هذا بعيني على رأسي في بقيع، واقفين على قبر السيدة فاطمة يبكوا وعياط، ها؟ وبجوار قبر السيدة فاطمة، عاملين حاجز على قبر السيدة فاطمة عشان الحركات كانوا بيعملوها، بجوار الحاجز مباشرة قبر بنات النبي الثلاثة. زينب ورقية وأم كلثوم يدهسوا قبر بنات النبي بأقدامهم ويبكوا أمام قبر السيدة فاطمة. أليست زينب ورقية وأم كلثوم أخوات فاطمة؟ ألسن بنات النبي شخصيا؟ إن لم يكن بنات رسول الله أهل البيت فمن أهل البيت؟ هذا تزوير. هل نعلم لهم أولاد بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيوة لهم أولاد. هل نعلم من هم؟ أيوة السيدة أمامة بنت سيدة زينب، وثابت فيها حديث صحيح في كل كتب الصحاح، وعاشت وأنجبت. السيدة أمامة الطفلة التي كان النبي يحملها وهو يصلي، فإذا ركع وضعها، فإذا قام رفعها، وأخذ منها أحكام المواليد من قصة السيدة أمامة، وهي التي بالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنضح بولها بالماء وغيرها. وصل المعنى؟ إذا ندرك. وذرية الحسن مش من أهل البيت، بل أهل البيت باتفاق أهل العلم ليست ذرية علي وحده، من أهل البيت ذرية العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عباس من أهل البيت، وأولاده ذرية من أهل البيت، ذرية بني هاشم من أهل البيت، ذرية عقيل بن عبد المطلب بن علي بن أبو طالب من أهل البيت. وصل المعنى؟ إذا أهل البيت مش محصور في ذرية الحسين لوحده. الحسن والحسين وإخوانهم مين؟ العقيل؟ العقيل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، وكان تحت الخيمة، سيدنا عقيل دخل معهم وأصابته دعوة رسول الله، وده نص في المسألة. وصل المعنى؟ إذا ندرك ذرية العقيل وذرية المطلب وذرية العباس كل دول من أهل البيت. حصر أهل البيت فقط في ذرية الحسين هذا إجرام، هذا إجرام ويخدع الناس. إحنا بنحب أهل البيت وحق أهل البيت، يا سلام، وكل أهل البيت ليس حق. إذا ندرك هذا المعنى يا إخوان. وصل يا إخوان؟ أنا أسف للإطالة، لكن كان الموضوع لابد أن يستبان حتى نحذر تزييف أهل التزييف وتحريف أهل التحريف وإضلال المضلين، سواء من أهل الكتاب أو من نحى منحى أهل الكتاب فأراد أن يدخل على دين الله ما ليس فيه. أكتفي بهذا القدر، وأسف إن سرحت، لكن كان حديث عن بني إسرائيل يحتاج لهذا التفصيل حتى يستبين للناس وجه الحق فيه. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا إياكم بوحي. اللهم اشرح صدورنا بوحي واشرح صدورنا لوحي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، في الظلمة نورا، في الجنة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وأبي الصراط هاديا، وفي الجنة مرتقا ورفيقا، وجهنم حفيظا وسترا حجابا، وإلى الخيرات كلها إماما وهادما دليلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.